تزهين في العالي علي بسم البحرين بالبيرق الغالي تاريخك الزاهر في قلوبنا حاضر مجدك شموخ افعال من اول وتالي كانت لهم وقفات سيرة بها نفخر صدرنا مورود من أجمل العادة من البحر والغوص ولا أسلوم البار ركبوا البحر بعزوم أقوى من الأمواج ما هاب غدره يوم انهاج وما هاج غاصوا وسط هيرات وتحدوا كل غبات حصدوا لنا دانات تتلالك انها سراج وانجيتهم في البار هم صافوة الشجعان فرسان لعبيا ولطويسة وكحلان هواهم المقناص ويا الابل والشعر صانوا لنا تاريخ خذ من فعلهم شان أهل البحرين فينا الوفا من ساس نحب ديرتنا ونعز كل الناس احنا أهل البحرين فينا الوفا من ساس نحب ديرتنا ونعز كل الناس من يلتقي فينا يلقى معاني الطيب ومن جود طيبتنا يتعطر الاحساس يا سار يا محلى تزين في العالي فرضين وسمها الخير ما غيرها نوالي علي بسم البحرين عز وشموخ ومجد وقولي لكل الناس هذا الوطن غالي مساء الخير، مساء الفرح، مساء السعادة، ليلة جديدة تجمعنا معاكم في مهرجان السارية تحديدا من سوق البراحة، ليلة بإذن الله أيضا تكون مميزة مثل الليالي اللي فاتت، مسابقات، جوائز وأيضا مفاجآت بإذن الله راح تكون في انتظاركم خلال هذه الأيام. مساء الخير. مساء الورد، نيلة شلونك؟ مرحبا، الله يسلمك. عليك. أنا بخير الله يسلمك، أنت شو أخبارك؟ الأمور كلها طيبة وياي بتفاؤل وحماس جدا كبير اليوم إن شاء الله. الحمد لله إن شاء الله بإذن الله كالعادة. مشاهدينا أكيد نقول لكم مساكم الله بالخير يا ويوه الخير من أرض سوق البراحة مثل ما ذكر حسن أكيد نرحب فيكم اليوم من هذه السوق اللي يحتضن بداخله معالم وموروث بحريني أصيل. البراحة هي براحة فكر
براحة أصل، براحة خير، صحيح. وسلع مختلفة أكيد، براحة تاريخ انبنى بتعب وخلاص. في هذه البراحة ساريتنا تزين وتعلى، وهذه أكيد أملنا في بلادنا البحرين، دوم إن شاء الله يا رب في العالي. آمين يا رب العالمين يا نيلة. طبعاً نفس ما ذكرتي نيلة، البراحة في اللغة هي الأرض الشاسعة الواسعة، وهي واسعة ورحبة مثل نفوس وصدر أهل البحرين الطيبين اللي يسمعون ويستقبلون ويتسامحون وأيضاً يحبون من كل قلبهم. شهر رمضان شهر خير، شهر بركة، شهر تسامح، وشهر أيضاً محبة. والله لا يغير علينا يا رب. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين يا حسن. أكيد من خلال مهرجان الساري أكيد نتوجه بالشكر الجزيل لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الداعم الرسمي لمهرجان الساري في موسمه الثالث. نعم، وأيضاً نشكر لجنة الرياضات، اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي على جهودهم في إنجاح هذا البرنامج، وكذلك نشكر شركة الاتصالات الوطنية بتلكو وشركة فعاليات البحرين. ونفس ما قلنا دائما بأن في كل حلقة من حلقاتنا هناك مبلغ قيمته 3000 دينار بحريني من جوائز، وأيضا جوائز عينية مختلفة في البرنامج. صحيح يا حسن، دائما نذكر المشاهدين بهذه النقطة في حلقاتنا. أكيد ما ننسى نشكر بيت الأصواف وأكيد مجوهرات آسيا على لبس حسن، وأيضا محلات تروف للمصممة فريدة العلوي وجامبو جولد على لبسي، ومجوهرات جيهان على مجوهرات الغالية لأم هلال اللي تعودتوا أنها تكون موجودة في مسابقة الطبخ. إحنا ما شاء الله على مر الأيام اللي طافت شفنا طبخات مختلفة ومتنوعة. وأم هلال دائما تقول لنا هذه الطبخ البحريني، صح، على بالنفس البحريني، بالطريقة البحرينية. والحلو أن كله يعني ناس مشاركة معانا في مهرجان الساري هالسنة، وهذه المسابقة اللي إن شاء الله مستمرة معانا في هذه المهرجان. إن شاء الله طبعاً قلنا لكم على طول أن الكل يقدر يشارك في هذه المسابقة اللي توصل جوائزها 1000 دينار للمركز الأول، للمركز الأول 700 دينار للمركز الثاني، و500 للمركز الثالث، صحيح. طبعاً هذه الفقرة معدة برعاية أسواق المنتزه. إن شاء الله كل يوم نتعرف على طبخة جديدة، ما يندرى شو الطبخة الليلة، ما يندرى. بس الحلو تدرين شنو نيلة؟ إنه قاعد نشوف عنصر شبابي وقاعد يطبخ أكل بحريني قديم، هذا الحلو. روح وين؟ عند الغالي أم هلال. عند الغالي أم هلال، وراجعين لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، يا هلا ويا مرحبا، الله يمسيكم بالخير، أهلا وسهلا في مطبخنا الليلة. هلا أمي، السلام عليكم. عليكم السلام، الله يمسيك بالخير. مساك النور، حياك الله. اسمك أم بالخير؟ اسمي ميعاد أم جعفر. ميعاد أم جعفر، يا هلا ويا مرحبا بك أم، حياك الله. يا ها الليلة شنهي طبختنا إن شاء الله؟ الليلة إن شاء الله مسوية لكم بحاري دجاج، إيه؟ بس إنه يعني بطريقة حديثة شوية، يعني في لمسات حديثة. أيوة، إيه ما يضر ما يمنع. في القديم يعني قبل يعني كانوا يسوونه، إيه؟ بدون ما قلاي الدجاج ولا صح. شيء. بحاري المروق مجهز من وإلى، صح، إيه؟ وكل شيء فيني وطبخ. أيوه، ودي ياي معاي يطبخ، وكتون العيش عليه علي. سواء كان لحم ولا دياي، صح، أو سمك. بس صح. إحنا اليوم سويت إنه مقلي الدجاج معه. ها، قليت الدجاج. أيوه نعم. وسويتي له الحشو والحمسة. الحمسة إيه، ما يضر ما يضر. بس زين، شلون سويتي المروق؟
الحماس الاولاني الحماس بس انه مجرد البصل حمسناه شوي وحطيت عليه الدجاج والبهارات وقلبتي الدجاج فيه قلبته بالبهارات كبيت عليه الماي المروق خليته يطبخ بالبصل بالثوم بالبهارات وكل شيء بعدين يوم نضى شلتي شلتي وقليتي وقليتها انزين والحشو بروحه سويته عباره عن شنو الحشو؟ الحشو اللي هو الالو والنخي والبصل يعني حشو كامل ان شاء الله زبيب والزبيب والمكسرات يعني حشوه معده جاهزه ان شاء الله زين الحين ايش عليك باقي؟ مجرد انني احط العيش في المروق خوش يلا حبيبتي كشفي جدرك امي بسم الله اي نعم اي اي ما شاء الله اي اي تفرينا عشان تساوين بالعيش يا حبيبتي يما بقى عيش في المشخال يهبزين كله حطي اي ما بديتش اذا بديتش نظيفه نزلي امها هذه قوانيننا احنا في الطبخ ايوه نزلي امها كله والحين حبيبتي لين نزلتي العيش كله وطباخ المروق ان شاء الله بتحطين على الدياي لا لا ما احط الدجاج بس لين النشاب انشبه واحطه واحط فوق وتحطين الحشو والدياي ان شاء الله شكرا يا حبيبتي وموفقه وتسلم الايادي وما قصرتي الله يعطيك العافيه الله يسلمك حبيبتي والحين يا حبايبي نروح حق ولدي حسن في الالعاب الشعبيه ان شاء الله حياكم الله يعطيك العافية أم هلال وكل التحية اللي معاش كلهم وكالعادة أكيد بننتظر نشوف طبخة بحرينية على أصولها بمقادير أكيد بحرينية ولمسات بحرينية طبعا كالعادة من بعد أم هلال دائما تشوفوني أنا في المكان المخصص لمسابقات الألعاب الشعبية خمس مسابقات شعبية قيمة جوائزها 15,000 دينار مقدمة من بنك السلام لهم كل التحية طبعا اليوم بنغطي لعبة احنا غطيناها من قبل تكلمنا أيضا عن قوانينها لعبة كوت بو 6 اليوم بدور 16 دور 16 من دور 64 فريق صفينا على 16 فريق ما شاء الله النخبة فما تشوف الحين الأفرق اللي موجودة كلها يعني تقريبا بنفس المستوى فتشوف أجواء تنافسية فيها أقوى من الأدوار الأولية يعني الأدوار الأولية كانت أضعف شوي ولا تقصد الحين قوة أزيد مع أيام المسابقة اللي قاعد تصير وطلعت يمكن بعض الفرق اللي كانت شوي أقل مستوى من الفرق اللي موجودة حاليا لا هي مثل ما تعرف يعني مستويات تختلف فاللي بيتم طبعا الأفضل فأنت الحين صفيت على الأفضل النخبة منهم اليوم النخبة منهم ومثل ما تشوف طبعا اليوم في عندنا ما شاء الله عنصر نسائي موجود هذه اليوم يمكن انا اول يوم لما كنت موجود كنت اشوف ان العنصر النسائي كان موجود لكن شوي بعد ما شفناهم اختفوا واليوم موجودين الحين بنشوف بنتحكى شوي مع العنصر النسائي مساكم الله بالخير يعطيكم العافيه شلونك شو اخبارك طبعا اليوم العنصر النسائي موجود معنا وبقوه انا حصل لي شم من يوم اقول وين العنصر النسائي شفتكم يوم اختفيتوا لكن انتم الظاهر وصلتوا على النهائيات المفروض او ان شاء الله تكونوا من النهائيات يعطيك العافيه كلمينا شوي عن مشاركتكم انتم كعنصر نسائي اليوم في هذه المسابقات الشعبيه وتحديدا في سوق البراحه شلون تشوفين المسابقه هل في استمتاع هل في يمكن تواصل اكثر من خلال هذه المسابقات ان احنا ممكن نقدم الموهبه اللي احنا فيها من خلال هذه اللعبه بشكل اكبر هو صراحه يعني المنافسه تكون شوي قويه لأن كله شباب صحيح فقاعد نتعلم منهم في نفس الوقت صحيح وإن شاء الله نقدر عليهم بس يقولون عنصر نسائي قوي لا نقدر داش المسابقة بقوة بكتشف من أوراقك كانت رفعين من أوراق
لا بشروب الخير الظاهرنا ما تبي تروين لا مورس. طيب ان شاء الله يعطيكم العافيه. طبعا مشاهدينا راح نكون متواصلين معاكم، ولكن قبلها خلونا نروح حق سؤال السياره. مثل ما انتم تعرفون عندنا اربع سيارات مقدمه من اللجنه البحرينيه لرياضات الموروث الشعبي، اربع سيارات كل جمعه نسحب على سياره. الاسبوع اللي فات كان معنا فائز، بنشوف هالمره مين راح يكون معنا. سؤال السياره من بعد نتواصل مع فقرات البرنامج، خلكم معنا. شهدت البحرين على مر تاريخها الحديث في ظل قيادة آل خليفة الكرام نهضة علمية واقتصادية عملاقة تكرست فيها جهود بناء الدولة على الطراز الحديث، وقد احتضنت العاصمة المنامة قصرا فخما للضيافة في منطقة القضيبية بني على أحدث طراز وسمي قصر الشيخ حمد. وتم في هذا القصر استقبال الملوك والرؤساء الذين زاروا البحرين من مختلف دول العالم، حيث استضاف القصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. سؤال هذا الأسبوع: من هو حاكم البحرين الذي أمر ببناء قصر الشيخ حمد في منطقة القضيبية؟ يمكنكم المشاركة والدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية من خلال إرسال كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS للأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 98989. نترياكم في السارية. متواصلين معاكم مشاهدينا اكيد في اجواءنا الجميله باذن الله تعالى في سوق البراحه، وليله جديده مع مهرجان الساري، واكيد في هذا التقديم الجميل معاي الغالي نيله جناحي، ولكن ايضا الغالي ام هلال اللي كانت في المطبخ اليوم وهذه المسابقه الجميله واليوم منوره معنا صراحه. هلا وسهلا، هلا وغلا بالخير، هلا وغلا، الله يمسك بالنور. مشاهدينا الكرام يا هلا ويا مرحبا، حياكم الله يا جماعه الخير. لا تنسون ترى احنا على وجه قرقوعون ان شاء الله. إيه؟ لا تنسون اللبس الشعبي اولا. نعم، الكبار والصغار صحيح، والاولاد والبنات يجونا لابسين زابرين مثل ما يقولون اهلنا الاول بثيابهم الشعبيه البحرينيه، يا اما المفحح ولا اذا ثياب نشل البخناق المنقد، يعني الصغيرات اللي هو الدراريع المفحح الحلوه يعني ابدا. واذا بعد بتلبسون اليهال دراعه وثوب يحليلهم ويون متشبعين، ترى وايد حلو، وعيالنا بالثياب بالسديريه. نعم. واذا ذاك ذي وزار تحت وثوب من فوقه قحفيه يا سلام يا سلام، او ترينبه او تنسيفه، ترى كله حلو، او بالعقال ترى اهلا وسهلا. وعندنا بعد الحنة الخضابة الشاي بتقومون كلها 15 دقائق والهوى صابق. يا سلام. نعم. لا شغل عدل. انبقيتوا مال الأول تشكيلة وانبقيتوا ناقش مال الحين. الله. كله موجود عندها. يا سلام. بتبتدي من اليوم وباكر وعقب باكر. عادي بعد ضروري نشوف ايش تتم تحاني يمه الان نشوف. بتجيني بتحنيني. بتجيك ان شاء الله. في القرقاعون. ان شاء الله. حلو. في القرقاعون بس هي بتبتدي من اليوم. يا سلام. وباكر وعقب باكر. يا هلا ويا مرحبا وحياكم الله. يوم الجمعة تحديدا الساعة 8:30 بعد. 8:30. الحفلة مالتنا بتكون ان شاء الله الفعاليات الجميلة. وتوزيع القرقاعون والفريسة. الحين امه لا طبعا احنا شفنا سؤال السيارة مع المشاهدين، ودائما اللي في ناس بعد يسألون شلون مشاركة، احنا نقول لهم دشوا على الموقع الإلكتروني اللي بيكون ان شاء الله اسفل الشاشة، ويحتاجون ثلاث اشياء. شنو اللي هي؟ الرقم الشخصي. نعم. ورقم التليفون. نعم. والاسم الكامل. يا سلام عليك. وموجود عندهم الموقع. هذه كل البيانات اللي انتم تحتاجونها باذن الله تعالى.
إن شاء الله لما تشاركون يا رب تكونون من سعداء الحظ، وإن شاء الله يا رب تفوزون معانا في مهرجان السارية. نرجع نذكركم على قصة شنو الزي الشعبي. صحيح. الغالية قالت عندنا طبعا في القرقاعون نحيي الجميع باللبس التراثي الشعبي البحريني. إيه. ونرجع نذكركم ان عندنا حتى مسابقه للزي البحريني التراثي الشعبي الجميل، سواء من لبس سواء من ذهب، جميل تراثنا، ودنا الكل يجي عندنا هني سوق البراحه يلتقط صور جميله هني. صحيح. في المهرجان وينزلها على الانستغرام وتمنشنون سوق البراحه والموروث، عندكم هذه الحسابين منشنتوهم بيكون عندنا فرصة للفوز لأربع فائزين إن شاء الله. عندنا أربع جوائز بكم؟ 250 دينار حق كل فائز. كل جائزة. كل يوم نذكركم، يمكن وايد نذكركم لأن فعلاً نبيكم تفوزون معنا. أكيد. نفس ما قلنا شهر رمضان شهر خير، وأيضاً بإذن الله تعالى كل الجوائز تكون عليكم خير يا رب. إن شاء الله. صار وقت المسابقة. أي. ونقول ألو حق أول مكالمة معنا وأول مشاركة في مهرجان السارية اليوم في حلقة اليوم. مساء. أي. الخير. مساء النور. مساء يا مرحبا. مرحبا. مساء الورد، يا هلا من معنا. أهلين وسهلين ومرحبتين، معكم بدرية. بدرية ونأتيك من وين تكلمينا؟ أكلمكم من مدينة حمد. على راسي الغالية، مبارك عليك الشهر. راسك سالم يا الغالي، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة. الله ينعاد عليكم جميعا إن شاء الله بالخير والصحة والسلامة يا رب. اللهم آمين علينا وعليك وعلى كل محبينك. الله يسعدكم. الله يخليكم. نروح حق الغالية أم هلال. على راسي. على راسنا أم هلال، ويلا حياك. يا هلا ويا مرحبا. أهلا وسهلا وحيا ومرحبا. حيا الله أم هلال. عيني الله يحييك أكثر. كفاية أني أسمع صوتك في تلفوني أستانس. يا حبيبتي الله يأنس قلبك بالإيمان إن شاء الله. الله يسعدك ومبارك عليك الشهر يا عمري وينعاد عليك. وعليك وعلى جميع المسلمين إن شاء الله. أمة محمد. تسلمين يا روحي تسلمين. حياك الله حبيبتي. الله يحييك أمي. الحين أول ما بنبتدي معاك نشوف الديرة أمي وين بترسيك إن شاء الله. ومن عقبها إن شاء الله نبتدي الأسئلة. أهم شي ساعدوني، تراني ولا أعرف أكتب ولا أقرأ، ما أعرف شي ماما. يلا يا بدرية إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. وين ترسى الديرة؟ هي في مطلع. إن شاء الله. في مطلع. سؤالك الأولي راح يكون معاي بدرية. أنت حين قلتي أنت ما تكتبين. إيه ماما. ما عليش، لكن نسمع إحنا صح؟ إيه نسمع حبيبي. بيكون عندنا تقرير، بس واللي سلمك ركزي على التقرير. سمعتك التقرير بشكل جدا ممتاز. تقرير يعني وين بعد؟ تقرير، بتسمعين تقرير. فيديو راح نعرضه لك. في كل المعلومات حق الثلاث أسئلة، إذا ركزتي على الفيديو أنت واللي موجودين معاك بتوصلين للسؤال الثالث صدقيني. فركزي على الفيديو تمام؟ إن شاء الله. أنت وكل على الله، خلينا نشوف الفيديو معاك. يلا يلا. تعتبر مهنة النسيج واحدة من أهم الحرف التقليدية التي عرفها شعب البحرين منذ القدم، فجذور هذه الحرفة ضاربة في أعماق التاريخ، وهناك دلائل تشير بوضوح لقدم هذه المهنة في البحرين. ومن أشهر القرى التي عملت في هذه المهنة بني جمرة والمرخ وأبو صيبع. فن النسج فن أصيل في البحرين توارثته الأجيال أباً عن جد، ويتم من خلال نسج قطع طويلة من القماش لتحويلها إلى مختلف الأزياء التقليدية. ومن أشهر الأزياء التي كانت تنسج في البحرين هو الصيبعي الذي سمي نسبة لقرية أبو صيبع. ويستخدم النساجون أيديهم وأرجلهم لتوزيع الخيوط وإدخالها ببعضها البعض بشكل منظم ومنسق، والماكينة التي تستخدم في النسيج تسمى نول النسيج. ومنذ بداية الخمسينات وبني جمرة تكاد تكون القرية الوحيدة المشهورة بمهنة النسيج، وقد كان بها في هذه الحقبة قرابة 50 مصنعا للنسيج، ولا تكاد تكون عائلة في بني جمرة إلا وعمل أحد أفرادها في مهنة النسيج، إلا أنها أخذت تتقلص شيئا فشيئا، ولم يبق من 50 مصنعا صمدت حتى العام 1951 إلا 13 مصنعا، وذلك في بداية الثمانينيات. وفي الوقت الراهن لا يوجد إلا مصنع واحد للنسيج في بني جمرة، وهو الوحيد في البحرين، والذي ساهم في إحياء وتنشيط حرفة النسيج التي اشتهرت بها المنطقة والترويج لهذه الصناعة وما يتعلق بها من إبداع وثقافة وهوية. ويضم المصنع مساحات مخصصة لأعمال النسج والغزل ووحدات لصنع منتجات النسيج بالطرق التقليدية الأصيلة.
اختي بدريه، يا رب نكون سمعنا التقرير ان شاء وتابعنا الله صح باذن الله. باذن الله تعالى. انزين، سؤالك الاول يقول بسم الله الرحمن الرحيم، من اشهر الازياء التي كانت تنسج في البحرين؟ من اشهر الازياء، بعطيك ثلاثه اختيارات اختاري واحد منهم. هل النشل او الصبيعي او المشمال؟ الصبيعي عفوا. ليش اصبعي؟ اصبعي. يا سلام. يا سلام عليك. يا سلام عليك. وتصح تستقلين. العروس هذا يلبسون العروس. يا سلام. ما شاء الله. حافظة. تعجبيني يا بدرية ما شاء الله عليك. 150 في حسابك الحمد لله. بدرية ما شاء الله عليك. الله يخليكم. بدري ما شاء الله عليك، المعلومات عندك، تبي إيه؟ مساعدة حق شنو؟ والله ما شاء الله عليك. ماما هذا لأن عجوز مثلي ما الأول. لا الله يعطيك الصحة والعافية والعمر. إن شاء الله يا رب. بدري يخليكم لنا إن شاء الله. سؤالك الثاني، سؤال 300 بيكون مع الغالية أم هلال. صحيح. والنعم في أم هلال وفيكم. يلا. الله ينعم بحولك. السؤال يقول: لا يوجد في الوقت الحالي إلا مصنع واحد للنسيج. أين يوجد هذا المصنع؟ في خيارات، سمعيهم زين. بني جمرة. يا سلام عليك. يا سلام. يا سلام. وانت صح بني جمرة. أقول لك يا بدرية أنت وزت اليوم من البداية ما شاء الله عليك. عزيزين الله يخليكم. ترى أنتوا ما تعرفون إذا تجاوبون صح احنا نستانس معاكم والله. مو كذي تجاوبون يعني انتم ما تدرون اني يوميه كل برامج ما طالع الا هذا البرنامج. الله يخليك شرف لنا. واستانس اذا اشوف احد يفوز استانس والله. احنا ازين الحين احنا مستانسين ان انت جاوبتي اول سؤالين من غير خيارات. عاد السؤال يا بدريه. لا هذاك ما اقدر اخاف صعب. كذي هذاك هذاك ما اقدر خلاص. والله انا بعد خفت عليك والله العظيم لان السؤال ما في خيارات. اي وانا اقول لك لانه يمكن صعب ماما واني ما اعرف يعني الحمد لله رب العالمين. خلاص يا بدريه طمنتيني وريحتيني عشان ما استلين اذا رجعتي الى 150. ان شاء الله العمر كله يا بعد. زي يعني بدريه راعي النصيفه. يعني السؤال متعلق بالتقرير. السؤال متعلق بالتقرير بس انت قلتي خلاص. لا خليها خلش خلش على رايك. لا عيني. لا 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 احنا شو نقول؟ راعي النصيفه سالم. خلاص يلا راعي النصيفة سالم يا مدرية. وأقول لك ألف مبروك، فزتي معانا بمبلغ 300 دينار مقدم من شركة الاتصالات الوطنية بتلكو، وأيضاً فزتي بهدية مقدمة من مجموعة الحواج وأولاده بقيمة 100 دينار وكوبون مشتريات من حلويات جناحي بقيمة 50 دينار مو من عندي، وهدية مقدمة من بيت الأصواف قيمة 50 دينار بحريني. ألف مبروك عليك يا بدرية وتستاهلين الجوائز. مبروك مبروك بدرية، تستاهلين كل خير وبدايتك جدا جميلة معانا، وشكرا على الكلام الطيب ما قصرتي. احنا شي حلوين الحمد لله. مرتاحين مرتاحين والجو جميل معانا ونواصل على المكالمات. عندنا مكالمة جديدة. ألو مساء الخير. ألو مرحبا نيلة عندك المكالمة. ألو مساء الخير. أشي ردون. ألو هلا مرحبا مبارك عليك ما تبقى من الشهر. يا هلا والله. اهلين من معانا؟ حوراء من مدابه. حوراء؟ اي نعم حوراء. حوراء يا حي الله حوراء. شلونك يا حوراء؟ عساك طيبه. طيبين يا هلا. من وين تكلمينا يا حوراء؟ من مقابه. والنعم فيك وهالمقابه كلهم. حوراء جاهز ان شاء الله؟ جاهزين إن شاء الله. دام جاهز إن شاء الله على طول بنروح مع الغالي أم هلال والديرة. تفضلي. يلا يا حوراء. يا هلا ويا مرحبا يا أم حوراء. هلا أم هلال. هلا بالغالي أم هلال. أهلا وسهلا بك حبيبتي. حياك الله عيني. سلمتي. ها أمي جاهزة إن شاء الله مستعدة. جاهزين إن شاء الله. إن شاء الله. أول شيء بنشوف أم الديرة وين بترسيج ومن عقبها بنسألك. يلا يا حوراء نشوف الديرة مع أم هلال والاتجاهات وعلى أي اتجاه بتكونين إن شاء الله. حافظة الاتجاهات؟ إيه أعطينا. حافظة السارية؟ إيه نعم. طلعت لك السارية مبروك. ألف ألف مبروك يا الغالية. مبروك يا حوراء فزتي معانا بسارية مقدمة من مجموعة الحواج بقيمة 500 دينار بحريني، عبارة عن ساعة ألماس بقيمة 350 دينار بحريني، وأيضا عطور منوعة بقيمة 150 دينار بحريني.
ألف مبروك حوراء. تستاهلين. سارية الأولى معانا كانت. سارية الأولى وبدري عطتنا حماس كذي من أول اتصال. جدا صج. يلا نواصل مع المتصلين نرجع نقول ألو مساء الخير. ألو. ألو هلا ومرحبا من معانا. باك منى. هلا ومرحبا يا منى شلونك يا منى عساك طيبة. الله يسلمك بخير عساك بخير. من وين تكلميني يا منى إن شاء الله دوم. من مدينة عيسى. مدينة عيسى حياكم الله. منى جاهزة؟ إن شاء الله. معلوماتك جاهزة كأنك متوترة. إيه شوي. لا تتوترين أمورك إن شاء الله بتكون سهالات توكلي على الله إن شاء الله. ونروح شاء الله. نبتدي في الديرة مع الغالي أم هلال. معاك أم هلال يا منى. هلا وسهلا يما. هلا بيك يما. حياك الله حبيبتي بس كوني يعني هادية وإن شاء الله أمورك طيبة بإذنه إن شاء الله. إن شاء الله الحين أول بنشوف الديرة يما وين بترسيك ومن عقبها بنسألك تفضلي. يلا يا منى خلينا نشوف الديره وين بترسيك مع فلق المحار. اي والله يا شلون اليوم يا سلام بعد طلعت لنا الساريه بس هالمره من مجوهرات اسيا. مبروك مبروك يا منى. الله يبارك فيك. فزتي معنا بالساريه المقدمه من مجوهرات اسيا بقيمه 500 دينار بحريني. مبروك يا الغالي تستاهلين كل خير. مبروك عليك. مبروك طبعا عندك كوبون مشتريات بقيمة 500 دينار يا منى عليك بالعافية. أي شيء بتشترينه من جوهرات آسيا على كيفه. تبي قلادة تبي ساعة تبين ذهب تبين ألماس اللي تبينه بخاطرك. مبروك مبروك على الساريتين ورا بعض أم هلال نيلة ما شاء الله تبارك الله حلوين ورا بعض. شيء جدا جميل وايد حلو. مشاهدينا أكيد مثل ما شفتوا هذه بداية مهرجان السارية في حلقتنا لليوم. طبعا كله خير إن شاء الله ودائما نقول في شهر الخير سارياتنا والمهرجان معاكم غير. أكيد بنطلع فاصل بسيط لكن بنرجع بعده خلكم معانا. شهدت البحرين على مر تاريخها الحديث في ظل قيادة آل خليفة الكرام نهضة علمية واقتصادية عملاقة تكرست فيها جهود بناء الدولة على الطراز الحديث. وقد احتضنت العاصمة المنامة قصراً فخماً للضيافة في منطقة القضيبية بني على أحدث طراز وسمي قصر الشيخ حمد. وتم في هذا القصر استقبال الملوك والرؤساء الذين زاروا البحرين من مختلف دول العالم حيث استضاف القصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. سؤال هذا الأسبوع: من هو حاكم البحرين الذي أمر ببناء قصر الشيخ حمد في منطقة القضيبية؟ يمكنكم المشاركة والدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية من خلال إرسال كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS للأرقام التالية: 2 في السارية. أكل صادتك يلا. شباب حان لحظة لحظة كود
انت بس هذه كل مره كل ما نطلع فاصل يا رايح الدكان يا رايح السوق تشوفين خلق ما عندي لازم ماخذي هالمره هالمره عاد متنقصه هذه بالسوق لان اعرف ان الغاليه تحبها هذه قديم ايه ما لا اعرف ايش تحب على ايامنا اشوف هذه قديم اي قديم في بعدك الحلاوه اللي على موز وعلى توت وعلى برتقال احبها انا بعد ترى عندي الغالي هنا في السوق كل شيء نعم الله عليك وعليها اي والله دكان محمد كل شيء فيه اي والله ما شاء الله رجعنا لكم مشاهدينا احنا ما نقدر بس لازم الدردشه تكون على طول الحلقه في الفواصل ولا احنا على الهواء يعني على طبيعتنا اكيد اكيد يعطيكم العافيه الله يعافيك طبعا قبلنا جزء من المكالمات وما شاء الله المشاركات كانت حلوه معنا اكيد الحمد لله. واكيد بنتواصل ازيد معاكم مشاهدينا ومكالمه جديده احنا بنقعد على هالكرسي اول مره من نقول الو من يقول الو عاد خلاص الو, ألو. نعم أيوة. لا الو نعم الو يا هلا يا مرحبا مسهلا حياك الله يحييك الغالي يا سمر هلا عيني سلمت من معون امي ويا جاسم محمد من محرق والنعم حياك الله يمه حالك طول حيا الله مساك سلمك طول عمرك ومساك ان شاء الله انت مستعد وجاهز باذن الله اترياك بس اسمع صوتك الغالي الله الله يسلمك الله الله يا زينك ويا زين حكيك تسلم امي عمرك طويل يسلمك الغالي تسلم اخواني الغاليين حسن ونيلة استكم الله بالخير يا هلا ومرحبا مساك الله بالنور والسرور حياك الله مرحبا مساك مبارك عليكم الشهر علينا وعليك الغالي الله يجبارك بالخير ونتمنى انكم تكونون يعني مستانسين وفرحانين معنا في البرنامج يا رب ابد ما في شك ان شاء الله ان شاء الله جاهزين؟ جاهزين؟ جاهز على الديرة على الديرة نشوف الديرة وين بترسي قول بسم الله بسم الله بسم الله, بسم الله. نشوف الديرة وين بترسيك يا جاسم سؤال الذهب نيلة صح؟ أنت في الياه وأنت عندك أسئلة الذهب يا جاسم نتوكل على الله نتوكل على الله دامك توكلت على الله وأنت جاهز سؤالك الأولي بيكون وين؟ مين اللي تنتظر تسمع صوتها كنت؟ مسامر نرجع حق مسامر يلا يا مسامر جاهز معاك بس ركز معاها واللي سلمك لا ان شاء الله بيركز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يقول السؤال شو يقول ما هي الديرة في ثلاث خيارات ديرة نفسها دي مالتها ما هي الديرة هل هي بيص السفينة ولا جزيرة ولا بوصلة الملاح البوصله بعد ما يحكي احسنت ثبت ثبت من قال وانت ثبت على الحب وصح في هالاتجاهات كلها ما يحتاج وهذه 150 دينار باذن الله اثبتت لك مبروك مبروك يا جاسم هذه 150 من الذهب من مجوهرات الجنه في رصيدك يا جاسم عاد احنا الحين نبي الهمه حق ال 300 باذن الله باذن الله كني بك تعرف حق البحر والله يعني ما يعني. بنحرك إيه يلا مال محرق يعرفون حق البحر يلا ان شاء الله انت بتعرف تجاوب السؤال السؤال سهل ان شاء الله سمي الله عدوك سؤالك يا جاسم يقول بماذا تسمى سمكه الكنعد الصغيره الكنعد الصغيره شو يسمونها خباط خباط بس سلمت 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 ثبت 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 ما في بحريني ما يعرف السؤال دي والجواب 300 بتعمل جاسم 300 الحمد لله جاسم كله خير وبركة إن شاء الله جاسم 500 شلون عليها الحين 500 خلي حق مشترك ثاني حلو 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 يمديك تروح تشتري أي شيء تبي إن شاء الله بإذن الله زين توكل على الله خلاص هذه المشاركة بتكون لها 300 صح الغالي نعم. حلو مبروك عليك جاسم مبروك عليك 300 دينار طبعا مقدمة من مجوهرات الجنة وأيضا فزت بهدية مقدمة من مجموعة الحواج بقيمة 100 دينار وأيضا كوبون مشتريات من حلويات جناحي بقيمة 50 دينار بحريني وهدية أيضا مقدمة من بيت الأصواف بقيمة 50 دينار بحريني مبروك عليك يا جاسم تستاهل كل خير يا الغالي وتحياتنا لك ولكل الأهل يعطيك العافية تستاهل يا جاسم حلو طبعاً كذي إحنا مواصلين مواصلين أكيد إيه. والأسئلة الحين عندنا السليم. في السليم إيه. رجع بعد ألو عندك إيه ردي مرة ثانية يقولي يلا يستبشرون فيك خير لأولا فضل الله الغالية ألو 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام والرحمة يا هلا. حياك الله أمي، من معون اسمك بالخير؟ وياكم محمود حبيل. محمود حياك الله يا محمود فيك. من وين تكلمنا الغالي؟ منطقة الجفير. والنعم فيك على راسنا. إيه جاهز؟ إيه نعم جاهز. يلا يا أمي. ودام إنك جاهز إن شاء الله ومستعد، نشوف الديرة وين بترسيك. يلا نشوف الديرة وين راح ترسيك يا الغالي، على أي اتجاه يا نايلة تتوقعين؟ الله ما يندرى. أهم شيء أنت عارف الاتجاهات يا محمود؟ عارفهم. إحنا في مغيب محمود، إحنا في مغيب. سؤالك الأولي بيكون إن شاء الله مع الغالي أم هلال المفروض. وجاهز أنت بتكون إن شاء الله. توكل يلا. توكلنا على الله. يا هلا ويا مرحبا مرة ثانية. يقول السؤال، في أي اتجاه يقع حد الذيب في جزيرة حوار؟ هل هو في خيارات مكتوبة لك، هل هو شمال حوار، غرب حوار، ولا جنوب حوار؟ انت معاني ما؟ اي نعم وياكم. بس قاعد افكر في الجواب. اي ما ترى كلها 30 ثانية ان شاء الله. اي ها محمود الوقت واللي سلمك، ها ركز ان شاء الله. اي يلا يا محمود. انا اظن اكثر احتمالية الجنوب حوار. جنوب حوار. ثبت ثبت وانت على الحق. حلو. صح. حلو يا محمود، يا سلام كسبت عليك. كسبت 150 الدينار يا محمود. الله مبروك عليك. حلو حلو محمود. الله يخليك. محمود انت ماخذ راحتك. هذه من البداية. ما شاء الله. حلو حلو يا محمود. 150 صارت عندنا، الحين بقى السؤال الثاني على 300. على الله على السؤال الثاني. السؤال الثاني زين. السؤال يقول، تعال معي حق السؤال، مركز عدل ها؟ إن شاء الله. السؤال يقول، المكان الذي تفتح من المحارة ما هو اسمه؟ وعلى فكرة كان عندنا هني كان الكاميرا تروح لنا مع الغاليين وفلق المحار ذاك الصوب، وعلى فكرة عطاني المعلومة، تتذكر عطاني المعلومة حلقة أول أمس. أيوة تتذكر ولا ما؟ يا ريت مركز. هل في الخنصر او البطن او العرج؟ وين وين الغالي يوم تأشر لي؟ لا لا تقول لا تقول لا تقول. اتوقع هل خنصر او البطن او العرج؟ محمود 15 ثانية. هل خنصر البطن او العرج؟ توكل على الله. الخنصر. الخنصر باخذ من عندي، ابي الرياكشن بس. قال لك ثبت ثبت. ايوه ثبت. ايوه تعجبني 300 دينار. يا سلام تستحل. يا سلام محمود. محمود وينك؟ ويانا انت محمود. احنا كذي محمود وياكم على الخنصر. احنا كذي 300 حلوين. ثبتنا على الخنصر و300. ترى السؤال ال500 ما في خيارات. ان شاء الله بس خلاص. انا ها بنكمل ولا بنكتفي؟ خلاص اكتفي انا. بتكتفي؟ اي نعم. تثبت على 300؟ اي خلاص. نقول لك مثل ما تقول الغالي، راعي النصيفة سالم. سالم راعي النصيفة سالم وتوكلوا على الله. ايه؟ مشكورين ما قصرتوا. عاد لحظة يا محمود، خليني اقول لك شنو في استمعانا، مو بس 300 دينار. جوازك يا محمود. مبروك يا محمود، فزت معانا بمبلغ 300 دينار مقدم من شركة الاتصالات الوطنية بتلكو، وأيضا فزت معانا بهدية مقدمة من مجموعة الحواجة أولادها بقيمة 100 دينار، وكوبون مشتريات من حلويات جناحي بقيمة 50 دينار، وهدية مقدمة من بيت الأصواف بقيمة 50 دينار بحريني. مبروك يا محمود. مبروك مبروك محمود. حلوة سرعة البديهة اللي عندك وشطارتك، وكل المتصلين معانا إن شاء الله يكونوا من الفائزين معانا أكيد. مستمتعين بهالأجواء أم هلال؟ نعم. نبي نتطمن شوي على الطباخ ونشوف متسابقيننا والمتسابقة لوين وصلت. أكيد احنا نشف العيش والطباخ. احنا إذا كذي نروح هناك
في مكان المسابقة إن شاء الله، ونشوف الطبخة لوين وصلت. إيه؟ وراجعين لكم أكيد متشاهدينا نستكمل معاكم باقي الفقرات. يلا سلام يا ام هلال، شوف النسوان متجمعين على الجدر. شوف شلون؟ اي والله نشف وكفخ ونكب. اي والله بس على وزن كامل. ما شاء الله كفخ ونشف ونكب. كفخ ونشف ونكب يا ما شاء الله. ما شاء الله زايفي بحاري اليوم قال بحاري، بس تقول ان انا محدثته ان انا ظهرت الدياي وقليته نحنته. تقول يعني يصير لا خوش شيء صراحة. إيه ما شاء الله ما شاء الله. آه عاد شن قايل اللومية. إيه هاي يعطيه ناطح حق لكن إيه إيه والله. ولا لين ياتك مخمخة ومتروسة من المروق والماي. إيه وعصرتها على همزتك. ما يحتاب على ليمون ولا شيء، ذي الليمون العادي اللي احنا نستخدمه ذي الأصفر. لا لا ما له داعي نهائيا. ما داعي اكفاء الله. هاي الدياي هذا الحين هي قاعدة للحين تنشب. إيه شلون روين للدياي. ما شفنا الدياي للحين. ما شاء الله ما شاء الله الحين بتروين الدياي. نبي الجدر اللي فيه الدياي. نبي في الدياي. وبعدين على الحشب. ايه. اكاد شنيبه في يدها ولا لا؟ اكاد الدياي. قالت هي قالت انا ما يعني قليت هذاك القلاي. إيه؟ بس كذي ترى لم ترى. شوحته يعني. شوحته والقهوه بحاري. بحاري. اي إيه ما شاء الله ديايها طري طازج. ما شاء الله ما شاء الله هاي ما شاء الله. طبعا من هالاجواء اجواء المسابقه واجواء الطبخ بعد ما ننسى طبعا الالعاب الشعبيه نفس ما ذكرت ام هلال، يعني قيمه جوائزها 15000 دينار بحريني قدمتها لنا طبعا بنك السلام. ولا اليوم العنصر النسائي شفتهم اخيرا ليله شفتهم متى بتودوني اتعلم اليوم لان دور 16 لا قالوا اليوم دور 16 ورحت حق كوتبو 6 ايه واشوف البنات يعني ما شاء الله عليهم بعد يعني داشين بقوه مع الشباب. ايه المسابقه الجميله اللي والله اي والله العظيم فما يندرى ناخذ لافتات تروحون نشجعونهم بعد انتو يستاهلون طبعا النسائي يفوز والله كلهم طبعا فيهم الخير والبركة فيهم الخير والبركة والبنات والرجال أيضا اللي موجودين هناك والألعاب الجميلة ما شاء الله. طبعا كل لعبة مختلفة خمس مسابقات ترين أم هلال لا خمس أوه ردينا على النجوم يا سلام حطت لي دم وحطت هك الدياي الله أكبر الله. ما شاء الله ما شاء الله لا لا اليوم ما أدري يعني ريحة الأكل لهني وصار خاطري صدق اليوم أجرب من وقت شفت شلون أي أيوة والله ما شاء الله ما شاء الله لا الأجواء اليوم المسابقة الشعبية نيلة والطباخ والمسابقة اللي مع المتصلين كل شيء كل شيء ما شاء الله أي والله يعني حتى المتصلين اللي معانا اليوم ما شاء الله مركزين معانا حلو ومثل ما مقتنعين إيه مقتنعين صح كل ما وصلوا ل 300 قالوا راعي نصيفة سوالف لا تروح عليهم ال 300 أي والله ما هي سوى تبعينها من بحلقة لا 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 خلينا على 300 حلوين طبعا مشاهدين أكيد مستمرين مع اتصالاتكم نرجع نقول ألو مساء الخير يا مرحبا هلا ومرحبا من معانا وياك خالد هلا وغلا يا خالد شلونك عساك طيب ان شاء الله الحمد لله طب حالك شلونك يا خالد ان شاء الله جاهز حق مسابقتنا بارز بارز جاهز وبارز ما شاء الله عليك احنا نبي نسمعه يا المدام انك جاهز ومستعد حياك الله بارز هلا جاهز بارز نبيك تبارز ان شاء الله مع الاسئله ان شاء الله الله يسمع منك ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله باذن الله يمه نشوف الديره وين بترسيك يلا نشوف الديره يا غالي على خير نشوف الديره عساها ترسيتنا مباركه يا خالد وانت في قطب ان شاء الله يلا وين قطب دامك جاهز وبارز جنوب جنوب وانت صح ما شاء الله سؤالك الاولي بيكون مع الغالي يا ام هلال يلا يا ام هلال يلا يا يما نتبارك فيه يا ام هلال طبعا الله يبارك فيك يا حبيبي سلم. الله يبارك فيكم جد مو الله باذن الله جد مو الله سبحانه وتعالى إيه؟ يقول السؤال شو يقول؟ هو فن شعبي بحريني اصيل
يعتمد على آلتي العود والمرواس. ما هو؟ في ثلاث خيارات. هل هو الصوت أو الفجري أو المخولفي؟ تفضل. يعتمد على العود والمرواس. يعتمد على العود والمرواس. حلو. فما هو ذي الفن؟ الصوت، الفجري ولا المخولفي؟ تفضل يما. يا سلام عليك، ثبت وانت صح. ثبتنا لك. يا سلام عليك. ايوه يا خالد. ايوه. ضمنت ال 150 الدينار. ومعها ابتسامة. ومعها ابتسامة. نعم. خالد. خالد مواصل. نعم الله عليك، احنا مواصلين ما فيها خسارة. اي ان شاء الله. اي لا خلاص، احنا 150 عندنا ضامنينها. ايه. احنا نبي 300. ان شاء الله. نسمع السؤال ان شاء الله. سؤالك يقول يا خالد، هو قس امريكي كتب عن البحرين وساهم في تأسيس المستشفى الإرسالية الأمريكية، فمن هو؟ أعطيك خيارات؟ يلا نعطيك خيارات. هل هو سامويل زويمر ولا تشارلز بالغريف ولا ريتشارد ديكسون؟ عندك ثلاث خيارات، اختار إجابة وقل لي ثبتي. سامويل زويمر، تشارلز بالغريف ولا ريتشارد ديكسون؟ يلا يا خالد، يلا الوقت يا خالد. مرت عليك هالاسم؟ لا. يلا يا خالد عطني إجابة يا خالد. واللي سلمك خالد؟ خالد إجابة. قول قول. خلص الوقت يا خالد. قلتي حرف الإجابة ولا سامويل زويمر؟ طلع الإجابة. إيه؟ يا خالد زويمر. وهو على فكرة أعطيك معلومة يا خالد، سامويل زويمر هو أول من دخل الدراجة الهوائية للبحرين، وكانوا شو يسمونها؟ يسمونها خيل إبليس. خيل إبليس. كانوا يقولون خيل إبليس اللي يشوفونها. خيل إبليس. ما يدرون شنو هي الدراجة الهوائية، يقولون خيل إبليس. خيل إبليس. على إن مصطلحات حلوة. علي يا خالد. كوميديا شوي. خالد. إحنا كذي ما خسرنا. صح. شنو فزنا؟ ما طبعا بال 150. 150 طبعا من شركة بتلكو الاتصالات أكيد، وأيضا هدية مقدمة من مجموعة الحواج وأولاده بقيمة 100 دينار بحريني، كوبون مشتريات من حلويات جناحي بقيمة 50 دينار بحريني، وأيضا هدية مقدمة من بيت الأصواف بقيمة 50 دينار بحريني. مبروك مبروك يا الغالي. ألف مبروك. مبروك يا خالد، تستاهل. مبروك يا خالد. يعني ما شاء الله. بس كل مرة الجملة ذي اللي أنا أقولها. الوقت يمشي يمشي ويمضي. الأوقات الحلوة تمشي بسرعة. الأوقات الجميلة. صحيح. السعيدة. صحيح. دائما صغنونة تمضي. ايه. سريعا. ولكن صغنونة. خلنا نجيب بالبحرين. إيه صغنونة. صغنونة. يعني الأوقات الجميلة تمضي صغنونة. ايه. صغنونة. بس قبل لا تمضي. ايه. إحنا طبعًا لأن يوم الجمعة نرجع نذكركم إنه راح يكون عندنا في مهرجان السارية، بيكون عندنا مهرجان متكامل للقرقعون. صحيح. ايه. نبي الكل يحضر هني، يبوا عيالكم خلهم يستانسون. عندنا الفريسة، عندنا الحناية، عندنا مسابقات مختلفة للأطفال غير اللي موجودة هني في مهرجان السارية. لا وفي توزيعات حلوة. إيه؟ لكل الناس اللي بيحضرون هني بيلبسون لبس تراثي شعبي، الدفة، دفة مراس، دفة المسمكة. إذا عندكم بعد المسمكة ولا المكوسرة. كلهم كلهم. إيه؟ حياكم الله عندنا هني، تنورونا أكيد. بنستانس معاكم وإن شاء الله بنلاقيكم بعد المهرجان هني، بعد ما نكون على الشاشة معاكم بنلاقيكم حتى في السوق في مهرجان السارية. ودنا الكل يتشرف هني معانا في مهرجان السارية والقرقاعون. هالمكان. إيه؟ الجميل. إيه؟ اللي كله. صحيح. يعني تراث طيب. صحيح. وحلم. إيه؟ وبديع ويرد الوناسة على القلب. يا سلام. ويذكركم إذا فيكم ناس يعني فأهما لما يجون هذا المكان بينشرح صدرهم. اي مثل ما انا اسوي كل شوي ادور عند الدكاكين. إيه. كل خمس دقائق رايحت لي دكان. استرجاع الطفوله والذكريات. اي والله. عموما ان شاء الله طبعا وقتنا خلص معاكم اليوم، نلتقيكم باذن الله تعالى غدا في الساعه 10 مساء على شاشه تلفزيون البحرين في مهرجان الساريه وسوق البراحه في ديار المحرك. ننتظركم انتم بعد تكونوا معانا، وننتظر غدا اتصالاتكم، ويا رب فالكم الفوز. تصبحون على خير. مع السلامه. مع السلامه. Thank you.
تزهين في العالي علي بسم البحرين بالبيرق الغالي تاريخك الزاهر في قلوبنا حاضر مجدك شموخ افعال من اول وتالي طهيرات وتحدوا كل غبة حصدوا لنا دانات تتلالك انها سرات.